يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول أبو الوليد، قول أبي الوليد الباجي رحمه الله ففرق بين أهل المدينة والغرباء لأن الغرباء قصدوا لذلك، وأهل المدينة مقيمون بها لم يقصدوها من أجل القبر والتسليم، يقول كأن قوله هذا فيه الموافقة على أن يكون السفر لقصد القبر لقوله لأن الغرباء قصدوا لذلك، فهل هذا الفهم صحيح؟ لا، قصدوا لذلك يعني قصدوا زيارة المسجد النبوي، ودخلت زيارة القبر تبعاً لزيارة المسجد النبوي، فالقصد إنما هو زيارة المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجدي هذا المسجد الأقصى. نعم.